حرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على توزيع المساعدات الغذائية للأسر المحتاجة وبعض موظفي المرافق الحكومية خصوصا في شهر رمضان الفضيل، وذلك للتخفيف عن المواطنين الأعباء المعيشية الصعبة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي وتوضيح الجهة المستهدفة في هذه المرة. 350 سلة غذائية استهدفت بها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر موظفي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. وهذه اللفتة الإنسانية الكريمة للعمال البسطاء في دعم السلة الغذائية لشهر رمضان الكريم في صعوبة الأوضاع التي تمر بها البلاد وكذلك الوضع العام التي تمر به اليمن. نشكر كل الأخوة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لهذا الدعم الكريم، وإن شاء الله تستمر هذه الدعومات، وشكرا إمارات الخير على كل ما تقدمه من دعم للشعب اليمني في كافة المجالات. شكرا جزيلا. هذه المساعدة شملت المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، ويأتي توزيعها تجسيدا لدور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإنساني، وسعيا منها بأن يكون المستفيدون من خدماتها الإنسانية من أكثر المحتاجين إليها، ومساهمة منها في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. نشكر الهلال الأحمر على لفتته الكريمة بهذه الشريحة العمالية وعمال الصرف الصحي، ونقول لهم جزاكم الله خير على هذا الكرم والإنجاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حرصت على توزيع هذه المساعدات الإنسانية على موظفي مؤسسة المياه والصرف الصحي لتذليل الصعوبات الحياتية أمامهم، والتي تأتي ضمن خطتها المكثفة التي وضعتها للتخفيف عن المحتاجين في ظل الظروف التي يعيشونها.